انت من ضمن المتطوعين من المجتمع المدني في تفريق الاعانات هذه بمقر معهد سكره، فهمتني؟ كان تحكينا على الظاهره هذه وكيفاش تم عمليه توزيع الاعانات. والله يا خويا شو نقول لك، هاك شوف انا الامور مريقله منظمه، انا واقفين الكل لحومتنا، واقفين المجتمع، مجتمع مدني كامل واقف، وان شاء الله ربي يقدر خير وربي يرفع لنا البوابه هذه، فهمتني؟ وان شاء الله خويا قدرنا ربي يرفع الخير هذه. نشوفوا ثم عدد كبير من المواطنين البرة يستناو في الإعانة، اسكو باش تغطيوا الموجودين الكل وإلا حسب معناها المقدور، معناها حسب ما فهمت أنا اللي كرهت أن يظهر لي مقيدين بأسامي أشخاص معينة؟ صحيح، هي بتنسيق مع السيد العمدة، معناها في حدود الأسامي المعينة، معناها في حدود كمية 3 متوفرة. أنت هنا توا في ليسي سكرة باش تاخذ الإعانة هذه؟ هاي مش ناخذ الإعانة هذه، بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. وكيفاش تم الاتصال بيك باش عرفت لي اليوم باش يفرقوا اعانات؟ جاني عون واحد جاري قال لي الصباح بري للتسعة ونص بري للبحث البوست، هاني جيت عندي هي مقيده باسم راجلي مسكين ما ينجمش يكركر البوسات، جيت انا في بلاصته ومرته هكا. بارك الله فيكم ويرحم والديكم كان مشتاق. وهذه أول مرة تاخذ إعانة ولا خذيت قبل؟ لا خذيت قبل، لا خذيت قبل، خذيت مقيديني يرحم والديهم في المعتمدين، يرحم والديهم كلهم فرحين بيا ويقيدوا ويعطوني. لكن اليوم أنا نمرة ويا مزيء، هو بعثوا لي في الميساج، أنا أمك ما تعرفش تقرأ، الصراحة راح ما نعرفش نقرأ ما دليتوش. ما انا هاو قال لي جاني الصباح وقال لي مالا بري للبوسطة تلقي نمرة ويك هاو، قال لي 95، هاني ما زلت واقفة ولي كتب ربي ياك هاو. واضح ما هو يوصل النمر نتاعك يعيطولك ويعطوك الإعانة هذه إن شاء الله. بارك الله فيكم ويرحم والديك. كيفاش عيطولك باش جيت اليوم شيخ الإعانة؟ بعثت لي العمدة هي اللي بعثت لي البارح. وخذيت قبل الإعانة ولا أول مرة هذه؟ لا قبل خذيتها، ما تو كان عندها مدة عام خذيتها. وبالنسبة للإعانة هذه كيفاش تراها أنت للتونسي؟ الله غالب على الكورونا اللي سارت هكا وماناش نخدمه. أنا لقيت في شوية بلاستيك زادوا حبسوني عليها. غرفي تعبه بالدا. من وقتاش وانت تستنى لهنا؟ من الستة نتاع الصباح والله، لا هذه من الستة والله من الستة. من الستة قالت لنا الرا. من الزويدي جينا على ساقين الزوقس. ومنين جيتوا انتم؟ من الزويدي، من حدا سبيطار المنزلي. وتوا اللي موجودين البرا ذوما الكل ما شاء الله، كلهم مقيدين ولا فما اللي جا هكاك؟ ولد عمي الله اعلم به. ما نعرفش الله اعلم. أنا مانيش مقيد، جيت من ظروفي وراجلي مريض بالسكر مطيش، كنت أخدم في دار، الدار ما عادوش يقبلون، قسما البارح يلي لقيت حكبك وحلي، وتو ما نعرفش يعطوني ولي صحتوني، كان جا واحد لاباس عليه يجي لهنا والله إلا نجا، أقسم بربي. انا لقيت في طريفة بلاستيك ما نكذبش عليك، حبسوني النهار التالي الله غالب، الظروف هي اللي حكمة، وراجلي مريض، راجلي مريض وعندي زوج وليدات هانو بطالة. وانت حاجة ما عندكش مورد رزق؟ قلت لي ما عندي وليد عمي كان وجه رب. ما عندكش في العائلة شكون يخدم؟ لا عندي راجلي يخدم تو في الكورونا ومريض بالسكر، فالكورونا نحو يخدم في المرمى مش بني معناها خدي. وخذيت شي إعانة قبل؟ والله ما خذيت شيء وما أعطوني شيء، والله كان خذيت نقول لك خذيت عليه تاع ربي ماشي الرب، والله ما ذقت شيء. في العيد الكبير توا نورمالمون غدوة رمضان، الإعانة ذي تحس الدولة عملتها جاب معناها مع رمضان بالضبط، يعني حب تعاون بها الناس في رمضان ولا شنو؟ اللي يعاون يعاون بصحة بدنه، اللي يعاون يعاون بصحة بدنه، أكثر من هذا ما فهم شيء آخر. وكيفاش تشوفوا رمضان السنة في ظرف الوضع هذايا والكورونا معناها؟ أنا ظروفي تعبة ما نكذبش عليك،
ظروفي تعبه تعبه بالدب بالدب، وكنت تحب تمشي معايا وتصور الدب ما يعبي لي. كنت تمشي معايا للدار تا ما تلقاش باكل شرب، كنت تمشي معايا للدار تا ما تلقاش باكل شرب. وهاو رمضان غدو كنا ما ويقولوا شدوا دياركم شدوا دياركم، انا في حاله باش نشدوا دياركم. قلت لي ماكش مقيده اليوم؟ ماشي مقيده، خاطر قيدت قيدت عندي برشا في المخرج، قال وراي الورق تبدلت وشني وما عطونيش، جيت قلت نمشي يعطوني يصحتوني. معناها جيت انت وزهرك تقول انت زهري وليد عمي يعطوني يصحتوني هذاك هو. انت زاد شاد الصف معاهم لهنا، عيطوا لك انت مقيده؟ انا مقيده من المره اللي فاتت وهاني نستنى، ما عنديش ما في حاليش باش نقضي. عاونونا لله، رانا ما عندناش زواو، لما جينا كان ظروفنا تحت في ربي راه. للحق كنت ما عندناش، كنا نخدموا كنا نخدموا، قالوا لنا ما عادش تخدموا، شدوا في دياركم هاي جاي اللي عانى هذه تعاونكم. يرحم والديهم يصلح رايهم كيعاونونا، ما عندناش وغدوه جاينا رمضان باش نطيب في جرتنا صغار نخلوهم للشر. عيش خوياتي عاونونا، عطونا اليوم كيما تعطوا للعباد الكل عطونا، ما عندناش. كان جايين من صبحة ربي راه. من وقتاش انت هنا؟ جيت من 8 وانا لهنا، وانا من 8 وانا لهنا. الركوب يعلم به ربي واحد كيفاش دبر الركوب وجابي، ما عنديش. خرجنا من 6 انا وجار التاكسي نحبسه يقول لي نهز واحد. واحنا زوز كيفاش وما نعرفش اثنين نتاع سكر، ولينا جينا على رجلين. يعني من الزويديه لحد سكره يعني جيتوا على ساقيك؟ والله على ساقينا والله. اقسم بالله وانا عندي ركبتي تو واقفه بالسير، وان شاء الله يا ربي حني الاخر يعطوني، تعبت تعبت على الاقل يعطوني حاجه. انا مرضى انا نعان ونحن مرضى. حق كنت نخدم في دار الحمد لله، ما نكذبش عليك نخدم بشهريتي الحمد لله، تو كي شديت الدار. ما يعطيني كان ربي والله. وعندك صغيرات؟ عندي ولدي 24 سنة بطال، اليوم 4 سنين راقد. والراجل مريض بالسكر من الحق يخدم، يقف يروح في جهد ويمشي يمشي يخدم. وكيما ما ينجمش أنا وهو راقد ما ينخدم. الحق مشنا مخصوصين مشنا مزايزين الحمد لله متوسطين. أما اليوم هو راقد ولدي راقد أنا راقد. زدت كي جيت عندي ربع ساعة. راني نستنى. وكيفاش تراها الإعانة هذه جات قبل رمضان بنهار تقريبا؟ جات في وقتها بريس. جات في وقتها على خاطر العباد ظروفها يعلم بها كان رب. وأنت منين جيت؟ من نجم المطار. نجم المطار. قريبة تسمى. قريبة. وشنو هي ظروفك الاجتماعية؟ لاباس الحمد لله. مي ديجا توا الناس كلها مستحقه مادام ما تخدمش، دونك مستحقه العبد كلها مستحقه. متزوجه انت؟ عندك صغيرات؟ لا. ربي ينوب عليك. عايش عايش. وشنو تخدم في الدنيا؟ في الدار. والمسيو؟ يخدم عام اليوم. انت من ضمن باش ياخذوا الاعانه اليوم؟ هاي كان كتب. وكيفاش مقيده معناها اتصلوا بيك؟ مقيده وتكلموني البارح قال لي جاوا لليسي تاع السكر. اي هكا هو. وشكون كلمك؟ والله ما نعرف، كلموا بنتي في التليفون ما عندي النومري نتاعهم، اعطيتهم النومري تاع التليفون واعطيتهم نسخه بطاقه التعريف. هكا هو. والاعانه ذي جت مع رمضان كيفاش تراها في وقتها ولا لا؟ اي لا والله في وقتها وبارك الله فيهم ويعطيهم الصحه والله يبارك لهم. شفاش نقول لك؟ ان شاء الله ربي يبارك لكم الكل ورجال تونس. عندكش فكره الاعانه شنو هي بالضبط؟ احنا نشوفوا في كردونه، تعرفش شنو في وسطها؟ والله ممكن ما نعرفش، ممكن مقرونه طماطم زيت. اي هي كنت غذاء ماكله. هكا هو. ورمضان السنه في الحظر الصحي هذا كيفاش تراه زعما؟ والله هو مختلف على السنين الفارطه، لكن كي حب ربي الحمد لله نستحمدوه ونشكروا فضله. الحمد لله. كهو.
والطاولة نتاع التونسي كيفاش باش تكون مصنفة ولا هكاك وبرا؟ هي والظروف نتاع الأنشاء كان واجد مش واجد وك الشهاوي نتاع رمضانات اللي فاتوا زعما سنا موجودين بيش عاد موجودين ان شاء الله موجودين بالتقوى بمن اللي اخي موجودين مسكر البيبان ولا من يخدم لا من كيفاش باش تجي هو الحمد لله اخي هو كان بالطاوله سيدي رمضان نعرفوه كان بالطاوله اخي هو شهر في العام وهو ذاك احسن شهر في العام لكن التونسي كمان في رمضان يشتهي وياكل ويصنف يشتهي وما النفس تشتهي واللي كل واحد واجد وكل واحد واجد بجهد اخي كي اللي عنده لاباس عليه هو ياكل سير الايام كيف كيف عنده فهمت كيفاه هو الانسان اللي ما عندوش هو واجد المجهود اللي جاب ربي فيه البركه الحمد لله الحمد لله وربي يبارك لكم ان شاء الله عمري رمضان ورمضانكم مبروك ان شاء الله على العالم الكامل.